رسالة المستمع محمد طه من سوريا دير الزور، استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال. يقول المستمع: هل تجوز قراءة القرآن على الميت؟ وعندنا عندما يدفن الميت نقرأ عليه سورة ياسين والفاتحة مرتين، ما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جوابنا على هذا السؤال يحتاج إلى مقدمة نافعة، وهي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه في الخطبة يوم الجمعة، فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذه القاعدة العظيمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر من مخالفتها، هي القاعدة التي يجب أن يسير الإنسان عليها في دينه، في عقيدته، في قوله، في فعله، في تركه. خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وإذا طبقنا هذا العمل الذي أشار إليه السائل، وهو أن يقرأ على الميت بعد دفنه سورة ياسين وسورة الفاتحة، أو قبل دفنه سورة ياسين وسورة الفاتحة، إذا طبقناه على القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنها لأمته، وجدنا أن هذا العمل بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأقصى ما ورد في ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. والقراءة هنا ليست عليه بعد موته، لأنه لا يستفيد منها شيئا، وإنما يستفيد منها إذا كان قد حضره الأجل فقرأت عنده وهو يسمع، فإن ذلك قد يشرح صدره بعض الشيء بما ذكر الله فيها من أصول الإيمان وفضيلة المؤمن ومآله، حيث ذكر الله تعالى أنه قيل للرجل الداعي إلى الله الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، قيل له: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وأما بعد خروج الروح فإنه لا يقرأ عليه شيء، لا الفاتحة ولا ياسين، وكذلك بعد الدفن لا يقرأ عليه شيء، لا الفاتحة ولا ياسين. وأقصى ما جاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ومعلوم أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث يوجب للمؤمن أن ينتهز فرص الحياة ويعمل قبل أن لا يستطيع العمل، يأخذ من حياته لموته، ومن صحته لسقمه، ومن غناه لفقره، ومن فراغه لشغله، حتى يكون حازما منتهزا للفرصة. فالميت إذا مات فإن أفضل ما نهدي إليه أن ندعو الله له المغفرة والرحمة، وأن يفسح له في قبره ويوسع له فيه، وأن يفسح له في قبره وينور له فيه،
وأن يدخله الجنة ويعيده من النار وأن يتجاوز عن سيئاته إلى غير ذلك من الدعاء النافع الذي ينتفع به الميت. أما الأعمال الصالحة فينبغي أن يكون الإنسان الحي منتهزا لها، يجعلها لنفسه لأنه هو أيضا سيحتاج. ونحن الآن ونحن في مهلة من الزمن كرماء في الزمن، لا يهمنا ما ضاع منه ولا ما بذلنا منه في أمور لا تنفعنا، ولكن عند حضور الأجل وانقطاع الأمل نعرف قدر الوقت، فيقول الإنسان عند موته: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فنصيحتي لنفسي ولإخواني انتهاز الفرصة ما دام الإنسان في زمن المهلة، وأن يكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله لنفسه هو، وأما من مات من أقاربه أو إخوانه وأصحابه فليكثر لهم من الدعاء، فإن الله تعالى إذا استجاب له دعوة يحصل بها النجاة من النار ودخول الجنة، فهذا غاية ما يتمناه الإنسان. وخلاصة الجواب على هذا السؤال أنه لا يسن قراءة الفاتحة ولا ياسين بعد الموت، لا قبل الدفن ولا بعد الدفن. نعم، بارك الله فيكم.